يقول من استلم وهو محرم هل يفسد حجه؟ من استلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد، لأن النائم مرفوع عنه القلم، كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد، ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلي، ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجد الماء، وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم أن لا نجد ماء. وكثير من الناس يتهاون في الغسل في الجناب من الجنابة إذا كان على سفر، فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس، وهذا خطأ. فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضره استعماله، ولا ضرر عليه فيما إذا اغتسل عن احتلام، لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء. ثم على فرض أنه لا يقع وهو أمر مفروض لا واقع، فإن الله لا يستحي فيأخذ الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل. نعم، بارك الله فيكم.